حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم علوم الأولي، وكالعادة بنوسع الصدر حنا وياكم على سوالف وقصيد وعلوم غانمة ومثالي شعبية وسباحين الأولين، بس هما خلوكم حولنا وعين منكم لا تغاب. العجلة شينة في كل شيء حتى فلك، سبحان الله. الواحد لا صار ياكل وهو عجل ممكن انه يغص ويبلش بعمره. في كل امور الحياه الركاده زينه، ما يصيد الجوازي كود بخص نضاري، القنص بالركاده والتسرع جهاله. انا واحد كان وحيد امه وابوه وبار رمبهم ومدلل، يعني وضع زين، مو بذولك اللي تجار لكن وضعهم زين، وهله ما خلوا عنه قاصر، وما عندهم في هالدنيا الا هو، ربي ما رزقهم الا بهالوليد. كبر وهو بينهم يخدم عليهم ولا يبي اذباب عزكم الله تمر من قدامهم. خلاص كل شيء في هالدنيا الا امي وابو، وهله ما قصروا عنه. من اول كانت العشش احيانا المراه تنام جوا والرجل خصوصا اذا كان صيف او زي كذا ينام برا في منطقة جيزان، فكانت هذه عادة. يعني طبيعي مثلا تشوف العشة هذه وجنبها العشة وفيها زي الحوش البسيط، ويكون الرجال مثلا لهم سرير أو شيء مرتفع وعنده مويته وعنده كذا، فكانت هذه عاداتهم. المراد انعود للولد هذا اللي جاء في عمر زواج وألحه عليها له، وكان يرفض، أنا ما أبي أرس، أخاف أنها تجي وحده تضيق صدوركم. قالوا يا بالحلال كل الناس عرسوا وزانت أمورهم ومشت، هو رافض. ألين ضغط عليه أبوه وأمه، غصب ما فيه إلا أنك تعرس، الدراهم موجودة وعلى ما قال، وأنت وش ناقصك؟ فعلا قرر أنه يتزوج وخذها كالبنت اللي سنعه وأهلها على ما قال طيبين ومن حمولة طيبة. مرت الأيام وما طول معها، جذاك اليوم ولينه راجع للعشة أو بيتهم ويسمعها كالنقاش اللي يدور بين زوجته وأمه. احتد النقاش، ما وصل للمشكلة أو رفعت الصوت، لكن شد شوي النقاش. الأم تتكلم والزوجة تبرر واختلفوا في وجهات النظر. هو سمع طرف الهرجة وقال بس هذه تعقب أمي وترفع صوتها على أمي وتغلط على أمي، ويدخل ويطلقها. عدل بدل ولا تفاهم، وأنا أمي قال أنا طلقتها خلصت. ودوها لأهلها، الناس بدأوا يتكلمون كأن الناس بدأت تعرف وش السالفة، يتناقلون العل. لكن قالوا أهله هذه وراحت بخيرها وشرها، لازم انك تزوج. قال اخاف تجي مثل الاولى، قالوا الاولى ما بها مصيبه، انت اللي عجل لكن اركد. قال ابشروا، وفعلا راحوا واخطبوا له الثانيه. ابنك هذا لعاب، يطلق بنت الناس من غير سبب، ما هو قال لك انه يحبها ويعزها ولا كلام بس؟ الله يهديه ويصلحه، قال لك شي بالربي، هرب بيته وحياته. الزواج والبيت يبغى له صبر، ما عند اي خصم يطلق. يا ابو موسى هذا ولدنا وحيدنا. انا ادري انه وحيدنا، بس ما ينفع كذا، بنات الناس لهم حشيمه وكرامه، وتدرين ان هذه اول مره تصير عندنا واحد يتزوج ويطلق في ايام، ما ايش تقول عن الناس؟ ها مع كلام قولي. اقول لك خلنا نزوجه، اسال الله هذه المره تاجي على هواه والله يعقله. وأنا ما أنا ولدي من أكبه وحده، لا طايل لا سماء ولا أرض. خلاص فهمنا، ومن هذه اللي تصبر علينا نخطبها له؟ بنت هذه جارنا، أبوها رجل محترم، والبتة بنت حلال وطيبة وملها حس مثل أمها. توكلنا على الله نخطبها له، لكن تفهمين ابنك وتعقلنه لا يفضحنا في مقرية، ولا والله ما كانوا ملاطين. الله يهدي ويصلحه، الله يهدي ويصلحه. أبو موسى وأم موسى ما صبروا، اضغطوا عليه ألين النخذ الثانية، وأيضا قعدوا لهم كم من يوم يقنعون أهل هالزوجة الثانية أن ولدهم ما به بلا وأن الطلاق. ما تهادوا
ولا تفاهموا ولا وفق الله بينهم. وافقوا أهل الزوجة الثانية وجابها أنت يا موسى. وأول يوم وهي بلبس العرس قال اسمعي، هي تحسب أنه يبي تغزل فيها، بيقول قصيد، بيلاطفها. قال اسمعي، ما كان شرط كان سلام. قالت سم يا موسى، وش أنا مسويه؟ قال ما بيك تسوين، عشان كذا أنا بعلمك. أمي والله يندخلت وشفتها تشيل شيء ولا تودي شيء ولا تطبخ ولا تحطب وانت جالسة لا تلومين إلا نفسك. قالت بس بس أبشر أبشر، والله العظيم إنها بعيوني وإن أمي الثانية واللي تامر عليه أنت وخالتي إنه يبي يصير. مير على ما قال اذكر الله، وش فيك؟ أطرد الشيطان. قال أنا بعلمك علشان لا تقولين باتر، والله ما دريت ما علمتني، أمك اللي قالت أنا مالي شغل. قالت زين زين أبشر أبشر أبشر، خلنا مير نقضي حياتنا. اسمعيني يا بنت الناس، أنا بخاطري كلمتين ونفسي أقولها لك، وتحط لنا حلق في إذنك وما تنسنها. أمرني يا قلبي. الإنسان ما في أغلى عليه من بو والدته ويحافظ عليهم، وهذول أنا أغلى ما أملك، عشان تحطنهم في عيونك ولا يقصرهم شيء ولا ينقصهم حاجة. وعيني حاضر وأبشر، أحطهم في عيوني. الله يرضى عليك ويطول بعمرك. يا رب صبرك يا ولده. يا رب ولده. عنك عنك عنك، خلي الله يخليك أحطه هنا. فرقية البت جاهلة وضعيفة، وأنا قلت لها تروح الشجرتها، هذا عروس. يا ولده بالله ما هو هذا الكلام، ملحقة على الشغل. يا ولده في أول ليلة لنا جلست معاها وقلت لها بويا ووالدتي بالدنيا كلها، أنتم كبرتم، ما أنتم كبرتم عشان تتعبون، كبرتم عشان ترتاحون. وهذا أنا قلت لها وهرشت عليها قبل ما بره المزرعة، ترني شابره وشاجي أنا أتغدى عند والدتي، هقومي بدري وساعد أمي تكبي كذا سحبين في الزنبيل من باب العشاء، والله ما أخليها تعدي وأنا أوريك فيها. يا موسى قرى، يا موسى يا موسى. ما شاء الله عليك، كابة والدتي في الشماسي تسحب وتطبخ وانت الرجل على رجل وجالسة هنا لا شفقة ولا رحمة. والله أنا كنت عندها عشان أساعدها، هي اللي قالت روحي بيتك، بعدين أنت قلت اسمعي كلامها. أسمع كلامها ولا ما أسمع كلامها؟ بسم الله عليك، أقنعتني بهالخربطة اللي جالسة تقول لنا. قسما بالله أن الخبث فوجيك وهم خاطر إلا كلمتين، الكلمة الأولى شو اللي عفشيك، والكلمة الثانية أنت نطالق. عبلة ما هو سويت؟ موسى كان بار بوالديه ويحبهم وله عاق فيهم، لكن مو بهالطريقة يا موسى. بنات الناس مهم بلعبة، أنت الحين أذيت بنات الناس وهاليهم وأذيت أمك وأبوك بعد، يتضايقون لا شافوك تعرس وتطلق وتوهق العالم وما غير على مقال داخل طالع. حاولوا يخطبون له للمرة الثالثة لكن ما حد زوجهم ولا حد يلام. ترى كل الناس مثل ما عيالك غاليين عندك، ترى بناتهم غاليات عندهم. بعدين يزوجه كل يقول موسى هبا زوجهم من باسر بنتي بتجيني مطلقة، ولا حد يلومهم. ويتم موسى سنة وهله يخطبون له ولا حد يبيه. هو ما همه، ما هو متحمس مرة للزواج، وده يعرس لكن يقول انجت ولا بكيفها. يوم انهم تموا سنة وتجي موسى وتضغط على ابو موسى، قالت مالها لله هم خويك علي. قال لا 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 لا، هذا خويي وعشرة عمر، بياخذ بنته ولدي موسى ثم بيطلقها ثم والله ما عاد يحاتيني. قالت لا ان شاء الله، ولدنا عقل وبإذن الله ما هو بنطلقها. وفعلا راح ابو موسى وكلم خويه علي عشان يخطبون بنته صفية الموسى ويتزوجون لعل الله يهدي موسى. كيف حالك يا علي؟ إن شاء الله طيب.
الحمد لله بخير، وانت كيفك؟ كيف موسى معك؟ والله الحمد لله، موسى انا وامي راضين عنه، وجينا نطلب بيتك صفية لولدنا موسى، ما هو قولك؟ ايه احنا عشرة عمر وبيننا صحبة وصداقة، واعرف عيالك مثل ما تعرف عيالي. والله انا ما جيت علشان العشرة والاخوة اللي بيننا، وان شاء الله ما تردني خايب. حياك الله، بس ابنك لعب، حسب بنات الناس عنده لعبة، كل ما تزوج يطلق، وانا بنتي عزيز علي وغالية مثل ما هو غالي عليك. لا ان شاء الله موسى يغليها ويحطها في عيونه وانا اضمنه. اسمعها منه كلمة رجل انه ما يطلقها الا اذا خالفت شرع ربي. ما قلتها يا موسى؟ ابشر ابشر، وهذا وعد رجل لرجل، يصير خير ان شاء الله. تعبتي نفسك يا بنتي. تعبكم راحة يا خالة. الله يسلمك ويرفع قدرك. آمين. ناقصكم شيء؟ ما تقصرين والله. هيا أنا شاروح العشاء أسوي عشاء لموسى، تلاقينا ذحين قد روحنا المزرعة. الله يحفظك. البنت يا أبو موسى فيها خير ومتربية، وإن شاء الله يرزق موسى منها الذرية الصالحة، والثالثة ثابتة إن شاء الله. اللهم آمين، ثابتة أكيد. خير، فين كنتي؟ كنت عند خالي وخالتي، سويت لهم العشاء ونظفت لهم العشة. سيد أم اللي أنتي وسيد أبو أبويا، قسم بالله يا صفية إنك العوض الجميل، وإنك أحلى حاجة صارت لي، الحمد لله يا رب على نعمة وجودك. الله يسلمك. أقول لك. قولي يا روحي قولي. الحطب ما عاد باقي منه إلا قليل، أشك تحطب لنا قبل تروح المزرعة، قدينا أجهز الغداء لنا ولأهلك. بس شين حطب؟ والله لا أجيب لك، المزرعة كلها عندك. على هذه الابتسامة لو تشين مزارع الحطب كلها أحطها عندي. كم صفية عندي؟ صفية واحدة. يا صفية الله يعينك علينا، اليوم جايني ضيوف وأشك تطبخ لنا يا عيني. وكيف أطبخ؟ الحطب كمل، وأنا قلته لك حطب لنا، أدحين ما يمدينا، الوقت متأخر. والله إني نسيت يا قلبي، فين ألاقيها؟ من عمال المزرعة ولا من حب أبوي اللي شالوا بيع ولا من هذه الدنيا؟ طيب ما هو الحل؟ خلص خلهم يتصبرون بلبن وتمر وأنا أروح أحطب. كيف ترجعينهم عندي؟ تبغين قدامهم؟ أروح بيت أهلك أجهز لكم الغداء وأنا أديك تأخذه. بيض الله وجهك. هيا يلا يلا. خليني أساعدك يا بنتي. ارتاحي يا خالة، الحين جهز الغداء، إحنا نبغى ندلعك. الله يخليكي، ما تقصرين والله. أقول لك أنا راح أجيب الملح. والده. ابوي قومي 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 يدك. خليني شويه صغير الكلام ابوكم. بس فرات الحسن والجمال، راحت تجيب ملح، مسكينه تطبخ وتكرف من الصباح. من الصباح تكرف وتطبخ؟ يوم ما انا جيت وانت جالس على القدر، وجهي قد فلت فيه من الحما، لا رحمه ولا انسانيه. حرام حرام ما تروح لها. شوية ويجهز الغداء. عسى ماله شي يا بنتي، إذا ترجع عليك لا تردين عليه.
وتعالي عندنا البيت، والله يهدي النفوس. خير إن شاء الله. ما نفهمه ولا حاجة، لكن أجهز الغداء وبعدين نتهرج. أبو موسى وأم موسى ما هان عليهم ولدهم ولا هانت عليهم صفية. راحت أم موسى لأم صفية التعذر وتبرر، واسمعي يا بنت الحلال هو ما طلقها فهو إن شاء الله يبيها. قالت والله يا أم موسى إني ودي ومقدرت إن جيتك، لكن العلم والله مو بعندي، العلم عند الله سبحانه ثم عند أبوها، خلي أبو موسى يروح لأبوها. قالت أبشري، عودت، قالت انقز الرجال مالها الله ثم أنت. ما هو هذا الكلام يا أبو موسى؟ من أول مشكلة البنت ترجع البيت بوها؟ هي باقي على ذمة موسى يا علي. البنت طلعت تحطب ورجعت تسوي غداء لضيوف جوزها عشان تبيض وجهه ويقوم يطلقها؟ أبني ما طلقها، أصل المشكلة بسيطة وإن شاء الله تنحل. أنت ضمنته، لكن ابنك طلع لعاب وأنت ماش منك. صلى على النبي. اللهم صلي وسلم عليه. أنا أخليه يجيك ويتسامح منك ويهب الحرمة ورضوة وإن شاء الله ترجع البيت معززة مكرمة. ما هو قولك؟ خلوه يجي ونشوف وإن شاء الله يصير خير. بيض الله وجهك، والله إنك كفو. لازم تروح لعمك علي وتسامح منه وتهب حرمتك رضوة وترجع البيت. وهب لها رضوة، أنا مزوجة بقتلها، بويا ووالدتي لا يخسرهم شي كبار سنة، حبشر وحاضر وزيها زي اللي قبلها، وعليك شان أروح أراضيها؟ ما أنا رايح. يا ولد أنت ما تسمع الكلام، أنت عبت عمك علي كلمة وأنا ضمنتوك عنده، إذا أنت رجال ما توفي بكلمتك هذا شانك، لكن أنا رجال أوفي بكلمتي، تسمع ولا لا؟ والله ما تشوفني لا أنا ولا أمك، لا أنت رجعت فيها معك. لا تقول كذا يا أبو موسى، هذا ولدنا وحيدنا. أسكت أنت، والله ما شاوت إنه لنتن، خليت الناس تتكلم كلها علينا. عينك واقف، يلا انقلع، راح ندحرتنا انقلع. موسى طلع من عند أبوه ومشاعره متلخبطة والأفكار تدور في راسه، ما يبي زعل أبوه، وخصوصا إن أبوه قال ماني بمحاتيك أما رجعت صفية، وفي نفس الوقت قاعد يفكر ليش بالذات صفية هذه؟ أبوي وأمي أصروا إني رجعها غير عن البنات اللي قبل، أكيد إن فيها سر. رغم عناد موسى إنه ما يبي يرجعها، لكن رضخ رضاوت الأمة والأبوه، قال أنا بروح لعمي واللي يطلبه عمي، والله إني لسويه، أهم شيء أرجع صفية. دائما في رجعتها رضاوت الأبوي وأمي. والله يا عم إن صفية غالية على قلبي، وزاد غلاها يوم أردت بويا ووالدتي متعلقين بها وحبوها بزيادة، وهذا المحبة ما تجي إلا من معاملة طيبة، وأنا جيتك ذحينة عشان أرجع صفية لبيتها معززة مكرمة. البنت قال لي كل شيء، كان تقوم بخدمتك وخدمة أهلك، لما رجعت في كلامك؟ يا عم أنت تعرف ماشي واحد غالي على قلبه مثل أبو والدته، خاصة لقد كبروا ما عاد ودك نقصهم شيء، ما عاد باقي في الدنيا شيء كثير بس إلا المعاملة والستر والسلامة. وقت ما حصلت المشكلة أشياء طلع براسي وقلت له توكل بيت أهلك. بنتي غالي علي ومهي لعبة، مفروض تصبر عليها وتعلمها، وإذا أخطت توجهها، أنت بشر تخطي منو يحاسبك؟ والله أنك صادق يا عم، وأنا أخطأت في حق صفية، وتبشر باللي طيب خاطرها، وأنا يا عم عاهدك في مجلسك وفي بيتك إنها ما عاد تجيك إلا زائرة مهم داورة، وتبشر بالرضو للطيب خاطرها تطلب اللي تشاء، أهم شيء إنها ترجع معي. آه يا موسى أنت عزيز وغالي علي، روح بيتك وأنا بتشاور البنت
ويصير خير إن شاء الله. أبشر يا عم أبشر. موسى اظهر من عند عمه أبو صفية وهو مبسوط. خلاص صفية بتعود، وأبوه وأمه يبيرضون، وأبوه بيعود يحاتيه، وأمه وأبوه راضين على هالبنت بالذات. دخل موسى وبشر أبوه وأمه، ما شاء الله ما شاء الله مبروك، لكن عاد انضبط ولا ياك تعودها وتعلق في البنت، تراها بنية حلال. قال أبدا أبدا أبشروا. لكن أبو موسى سحب نفسه، قال أنا استاذنكم أبروح رفيد زلي من زمان ما شفته وبعطيه شغلة وبجيكم. قالوا زين. قعد موسى معلم يحترون صفية أنها تأخذ أغراضها وترتبها وتعود لهم تالي النهار. أبو موسى ظهر وراح البيت خويه علي، ادخل سلم عليه وقال اسمع يا رفيدي. قال سم. خلاص هالبنية هو بترجع، ما علمك موسى؟ قال إلا والله علمني، لكن ناد صفية. قال أبشر. نادى صفية وجت، قالت سم يا عمي. قال اسمعي وأنا عمك. موسى والله ما بهالدنيا شيء نغلى عندي من موسى، لكن أبيك تذلينه وتكسرين خشمه. قالت شلون يا عمي، هذا ولدك وهذا زوجي. قال أدري، أنا أبيك تكسرين خشمه، أبيه يتأدب، أبيه يحس أن الدنيا ما هي بالساهل، وأن الشيء لا فقده يقدر يرجعه متى ما بغى. قالت يعني وش أسوي؟ قال لا ترجعين تالي النهار. قالت أجل متى أرجع؟ قال خذي لك يومين ثلاثة أسبوع، وكل ما جاك ونشد عنك قول يا أمي عندها شغل أبا خلصه وبجي، وأنا أصلا ضايق صدري منك، خلين على ما قال أهدى وأرضى عليك ثم أجي. قالت بس يا عمي. قال ما هو بشغلت سوي هالشي، أنا عارف وش أقول. وبالفعل قام يضحك أبو صفية ويعود أبو موسى. راح موسى حراها، غابت الشمس، راح لهم عقب صلاة العشاء، قالت أمي عندها شغل. وفعلا عدى يومين، قالت أنا ماني براضي تنعك، أصبر أعطني 5 أيام ولا أسبوع ألين أرضى ويلتئم جرح منك وجيك. انصدم موسى، ما تعود على هالنبرة، ما تعود أن أحد يكسره مثل صفية. لكن هالشي خلى موسى يتعلق في صفية أكثر. ترى بعض الناس ما يحبك إلا أن تضغطه شوي. وبالفعل تم الأسبوع وصفية عودت الموسى وغدوا ما مثلهم أسرة سعيدة ولا من أخلاف، وكملوا حياتهم. وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم، وموعدنا معكم في الحلقة الجاية. بس هما عين منكم لا تغاب. Thank you.